على الهاتف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا شردي بيه، ازي حضرتك؟ سعيد بالبيان الذي صدر بالأمس، أنا لازم أقول ده وأسجل ده كإعلامي ويعني سياسي سابق، إنما أنا ومعايا الأستاذ عصام شيحة أيضا والنائب أحمد مخلط أيضا، كلنا سعداء بهذا البيان. أولا رد الفعل السياسي والمجتمعي في مصر على البيان النهاردة أنتوا شايفينه إزاي؟ طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة وبحيي ضيوفك الكرام زملاء أعزاء كلهم. الحقيقة أن احنا رصدين ردود أفعال إيجابية عن البيان. الحوار الوطني زي ما حضرتك عارف مبادرة رئاسية بتضم كل أطياف المجتمع المصري من اليمين ومن اليسار ومن كل الاتجاهات ومتنوع الخبرات. من العدالة والإنصاف إن كان يطلع هذا البيان ليحدد بعض المبادئ اللازمة والتي يعتبر وجودها مفترض أولي لأي انتخابات تعددية وتنافسية. ويمكن قوة البيان إن هو صادر من الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية بنفسه، فبالتالي نحن نرصد ردود أفعال إيجابية. ويعني اعترف لك بحاجه يا سياده المستشار، اتفضل. رغم ان انا جيت وغطيت وشفت وكل حاجه، بالامانه في كل اسبوع عن اسبوع في الحوار الوطني اكتشف ان انا كانت توقعاتي اقل مما تقدمونه. انا كنت متوقع سقف لقيتها اعلى، لقيتها اعلى، لقيتها اعلى، الى ان وصلت الى البيان بالامس فقلت الله، ده أنا لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذه النقطة. أستاذ عصام شيحة، كنت تتوقع أن أنت تصل لهذه الصياغات بهذا الشكل المباشر الواضح؟ الأمانة تقتضي أن أقول لك أنا شاركت في عدد من جلسات الحوار وأدركت منذ اللحظة الأولى أنه حاجة مختلفة. أنا كنت بقول بحاجة مفيش سقف، وده معناها بالضرورة أن هذا البيان بيعبر وبحق عما وصلت إليه حالة الحوار في مصر. تمام، عود لسيادة المستشار محمود فوزي، رأي حضرتك إيه النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي الذي تم لتحديد مهام؟ يعني أنا اللي شايفه أنه ده مؤتمر مهم جدا جدا، لأنه بيضع أسس ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المواطن المصري وأمام الإعلام، وأشاد أيضا بالحوار الوطني وبيان الحوار الوطني. رأي حضرتك فيه؟ مصر دولة مؤسسات، لدينا هيئة عريقة راسخة اسمها الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة أثبتت على مدار سنوات وباستحقاقات انتخابية متعددة كفاءة مصرية في إدارة كل الانتخابات. البيان بتاع النهاردة والمؤتمر الصحفي من الزميل العزيز الأخ المستشار البنداري حقيقة يعني من باب المكاشفة والمصارحة وتبصير الرأي العام، عنوان الإجراءات دي كلها أن الدولة المصرية دولة قادرة ودولة مستقرة ودولة ماضية في تنفيذ دستورها واستحقاقاتها الانتخابية بانتظام وبتتابع. طبعا بنشكر السيد البنداري المستشار البنداري على ذكره مجموعة المبادئ التي وضعها الحوار الوطني، والحقيقة ان احنا شايفين ان احنا كلنا في سيادة المستشار. سيادة المستشار، طيب هنعود مرة اخرى الى سيادة المستشار محمود فوزي. استاذ احمد اعود ليك في سؤال انا سألته لك كده وهرجع لك ليه مرة اخرى ولازم تحدثني فيه. الشباب، دور الشباب، دور الشباب اللي انا شايف ان انتوا خدتوا حقوق، انا اسف يعني، انتوا خدتوا حقوق احنا كنا نتمناها في يوم من الايام، انتوا اخدتوا تمكين احنا كنا بنحلم بربعه، والله بربعه ما شفناهوش. دوركم ايه في الفتره القادمه؟ احنا بنتكلم على مجتمع شاب. ليه مجتمع شاب؟ يعني لما بنيجي نقول الناس بيتكلموا يقولوا اوروبا حصل فيها شكل من اشكال العجز، مش بيتكلموا على مواهب بقدر ان معدل نسب الشباب فيها تضاءل بشكل كبير جدا.
احنا بنتكلم على ادنى معدلات لهذا الامر في الامه المصريه، ان باقل تقدير ان الامه المصريه 60% منها لا يقل من الشباب. وبالتبعيه دي قضيه غايه في الاهميه، وهشير لموضوع مهم جدا اشار لي الزميل العزيز تمام في مساله الوعي، والوعي بالادوات والاساليب اللي يفهمها هذا الجزء الاكبر من المجتمع المصري من الشباب بادواته الجديده، بطريقه بوسائله، بكيف يتم التداول والنقاش معه. طيب في حياته انا اسف ان انا بقطع لك عاده مره اخرى سياده المستشار محمود فوزي، هعود اليك الحاله دي. اتفضل سياده المستشار. اتفضل يا فندم، حضرتك الخط قطع معاك. عذرا، معلش انا اسف. بقول لحضرتك يعني طبعا الهيئه الوطنيه للانتخابات لها كل الدعم وعليها مهمه يعني كبيره، ولكن ان شاء الله يعني هتقودها بمنتهى النجاح يعني. اما البيان اللي صادر من او مجموعه المبادئ اللي صادره من الحوار الوطني هي تعبير عن ان الدوله المصريه دوله مستقره وعازمه في تنفيذ استحقاقاتها بشجاعه وبثبات، يعني بغض النظر بقى يعني عن يعني اي حاجه بتتقال اخرى يعني. احنا طيب، احنا لينا طريقنا اللي احنا ماشيين. كويس. بما ان حضرتك ايضا في طبعا دورك في المجلس الاعلى للاعلام واضح جدا، راي حضرتك ايه في الرساله التي تم توجيهها النهارده من الهيئه الوطنيه للانتخابات للاعلام حول ما يتم نشره او حول ما يتم تداوله؟ الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة محايدة تماما، لا يعنيها إلا سلامة الإجراءات وحياد الإجراءات. اللي قالته الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة، قالت لو سمحت نلتزم بالقواعد، لو سمحت نبعد عن الأخبار الكاذبة والشائعات، لو سمحت نلتزم بالمعايير. ده كلام ما يزعلش حد، ما يزعلش غير الناس اللي هي ناوية تخالف المعايير والقوانين والأكواد. الحقيقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها كل الدعم والمساندة، وده مش بس مجرد شعور شخصي، إنما ده التزام قانوني على كل مؤسسات الدولة إن هي تساعد الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء هذه المهمة. وبطبيعة الحال يا شيردي بيه، أنت راجل سياسي قدير يعني. أشكرك يا فندم. الانتخابات الإعلام بيلعب فيها اما دور ايجابي او دور سلبي. صحيح. بقى بالشائعات، بالفبركه. صحيح. باختلاق القصص غير الحقيقيه، الكلام ده كله يعني طبعا دي ممارسات المفروض ان هي ما تحصلش، ولو حصلت والهيئه الوطنيه للانتخابات تصدت ليها ستجد من كل الاجهزه المعنيه ومنها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كل الدعم والمساند. سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.